أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن القوات البريطانية مستعدة للعمل ضد الحوثيين في اليمن الذين يستهدفون سفن الشحن التي تمر عبر البحر الأحمر. وأكد شابس في مقال بصحيفة الديلي تيليغراف أن بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة لحماية ممر الشحن الرئيسي الذي يمر قبالة سواحل اليمن، ولن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات. وجاءت تصريحات الوزير البريطاني تعليقا على إسقاط سفينة حربية بريطانية لطائرة بدون طيار يشتبه أنها كانت هجومية في البحر الأحمر ديسمبر الماضي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية أعدت خططا لمهاجمة قواعد تابعة لجماعة الحوثي في اليمن. أكدت الصحيفة أن مسؤولي البنتاغون وضعوا خططا مفصلة لضرب قواعد الصواريخ والطائرات بدون طيار في اليمن وبعض المنشآت التي تضم زوارق سريعة من النوع الذي يستخدمه الحوثيون لمهاجمة سفن الحاويات العملاقة. وأشارت إلى أنه لا يزال هناك قلق من أن مهاجمة الجماعة قد يصب في مصلحة إيران وخطتها في المنطقة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن المدمرة الإيرانية ألبرز عبرت مضيق باب المندب في البحر الأحمر برفقة سفينة بوشهر العسكرية. وأضافت الوكالة أن الأسطول الإيراني ينفذ مهام روتينية في المياه الدولية، وذلك لتأمين خطوط الملاحة ومواجهة القرصنة البحرية فضلا عن مهام أخرى حسب الوكالة. يأتي ذلك في عقاب إعلان الحوثيين مقتل 10 من عناصرهم بعد إطلاق مروحيات تابعة للجيش الأمريكي الأحد، وذلك بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الصعود على متن سفينة شحن قبالة سواحل اليمن. ما بين سياسة أمريكا الخارجية وموقفها من الحرب في غزة وتواجد السفن في مضيق باب المندب جعلها ترتطم بواقع غير مرغوب به، فالاستراتيجيات الحوثية بدأت في التغيير والسعي على إجبار الولايات المتحدة في الدخول إلى نزاع مباشر في مياه البحر الأحمر. فالصراع المباشر الأخير وفقا للبنتاغون أن الحوثيين المدعومين من إيران كانوا يهاجمون سفينة تجارية، والرد الأمريكي كان نتيجة طلب استغاثة، وقد أدى ذلك التدخل المباشر إلى مقتل جميع أفراد الزوارق التابعة للحوثيين في وقت يدرس فيه البيت الأبيض حتمية توجيه ضربات مباشرة لوكلاء إيران في الشرق الأوسط. القيادة الأمريكية المركزية أصدرت بيانا حول الاشتباك البحري الأخير في البحر الأحمر، إذ تجد أن الأفعال العدائية من قبل الحوثيين تمثل تهديدا خطيرا للأمن وحرية الملاحة، وتستدعي ردا مناسبا لحماية التواجد الأمريكي في مضيق باب المندب والمصالح الأمريكية في المنطقة. بينما يرى المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم لندر كينغ أن الوضع بحاجة ماسة لتهدئة التوترات، وأن الولايات المتحدة تسعى للعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد، كما تدعم الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، وأن الهدف الرئيسي ليس تأجيج النيران في حرب أوسع، بل التوصل إلى حل يمكن من خلاله تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. في ظل هذه التطورات يواجه الرئيس بايدن وإدارته تحديات متزايدة في كيفية التعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة بشكل سريع، إذ يعد ذلك بمثابة اختبار للسياسة الخارجية الأمريكية التي واجهت الكثير من الانتقادات من موظفي الحكومة الأمريكية والإعلام الأمريكي. ونتيجة لهذه المواقف فإن إدارة بايدن تسعى لتجنب الانخراط في مواجهات مباشرة قد تزيد من حدة تصعيد الصراع، بينما الواقع الذي يعيشه التواجد الأمريكي في البحر الأحمر والهجمات المتتالية على قواعدها العسكرية قد يخالف تلك الرغبات الأمريكية الدبلوماسية وتنجرف نحو حرب مباشرة. للإخباري محمد السلمي، واشنطن. الولايات المتحدة من خلال التحالف الدولي حارس الازدهار الذي أسسته يواجه معضلة أساسية مع تزايد المتطلبات برد أكثر حزما. لعلنا نأخذ تفاصيل أكثر ونقاش حول هذا الموضوع من القاهرة. ينضم معنا الخبير العسكري العميد محمد الكميم. أستاذ محمد، عميد محمد، أهلا بك معنا في هنا الرياض عبر الأخبارية. فيما يبدو أن بريطانيا تستعد لشن هجوم على أو ضد الحوثيين وضربات جوية تحديداً
بحسب تصريح وزير الدفاع البريطاني الذي يقول إن الحكومة البريطانية لن تتردد في اتخاذ إجراءات مباشرة لمنع الهجمات الحوثية وردعها. وبالتالي نتساءل، هل يمكن أن تقوم القوات البريطانية بذلك فعلا؟ أولا مساء الخير أخي خالد، وكل عام وأنتم بخير. طبعا يجب أن نذكر في البداية أن أمريكا وبريطانيا هي الدولتين التي عارضت تحرير الحديدة، وهي التي أوقفت القوات اليمنية والتحالف العربي عن استكمال تحرير الحديدة، وكانت القوات اليمنية قاب قوسين أو أدنى من تحرير هذا الميناء الذي الآن تنطلق منه هذه الأخطار المتكررة ضد الملاحة البحرية، والذي حذرنا منه كثيرا. ويعني بريطانيا وأمريكا اليوم تعاني من ذلك التعاطي الناعم ومحاولة فرض الجماعة الإرهابية الحوثية كأمر واقع في اليمن كجماعة أو كقوة سياسية، وهي أقرب إلى الميليشيات الإرهابية. بريطانيا وأمريكا اليوم يعني تعاني من هذه المعضلة الكبيرة في الملاحة البحرية، والميليشيات الحوثية الإرهابية اليوم أكثر قوة فيما يتعلق في جانب الأسلحة. الحوثي يخطط منذ البداية، ونحن تكلمنا حتى من قبل عملية الطوفان الأقصى أن الحوثي يخطط لهذه المرحلة، وأن الذراع الإيرانية الحوثية تخطط لهذه المرحلة لعسكرة البحر الأحمر ولإيذاء خط الملاحة البحري ولفرض النفوذ الإيراني كقوة إقليمية داخل المنطقة. وبالتالي جاءت عملية الطوفان الأقصى أو ما يحدث في غزة اليوم كشماعة أو كسبب رئيسي حتى تستطيع هذه القوة. لكن لا تخشى جماعة الحوثي من طبيعة الرد عميد محمد؟ يعني وزير الدفاع البريطاني يقول أنه إذا لم يوقف الحوثيون هجماتهم فمن المرجح أن يكون الرد محدودا ولكن كبيرا، يعني طبيعة هذا الرد البريطاني المتوقع، ما الاستهدافات المتوقعة من جانب الحوثيين؟ اولا بريطانيا يعني حتى بريطانيا وامريكا لو ضربت بعض الاهداف في اليابسه اليمنيه او في السواحل اليمنيه لن تحقق اي اهداف، لان اولا الحوثي كقيادات تجيد الاختباء في الجحور والكهوف وتعرض الشعب اليمني دائما لهذه الضربات. ثانيا ان القوة العسكرية الحوثية ليست بتلك القوة التي يعني يسمح باستخدام قوة فتاكة كالسلاح البريطاني او السلاح الامريكي، لان الحوثي يستخدم عبارة عن طائرة مسيرة وصواريخ ذات قدرات عسكرية يعني ليست بذلك الكبير، ولا يوجد ايضا مواقع عسكريه مكشوفه تستطيع القوات البريطانيه ان تؤذي الحوثي، لان الحوثي يشتغل بشغل عصابات وشغل ميليشيات ارهابيه. الضربات التي لو افترضنا انها ستضرب، وانا اشكك في ذلك، فهي ستعزز قوه الحوثي المعنويه داخل الشعب اليمني، وهذا ما يريد الحوثي بصراحه. يعني الحوثي يريد ان يقول انا اليوم اواجه القوى العظمى بشكل مباشر، انا اواجه بريطانيا، انا اواجه امريكا، ويفرض الحوثي نفسه يعني كبطل قومي عربي يواجه هذه القوة الذي يسميها قواعد الصواريخ الاستكبار. عميد محمد، يعني إذا ما قامت الولايات المتحدة أو حتى بريطانيا بضرب قواعد صواريخ حوثية لن يؤثر ذلك في قدرات الحوثي، في قدرته على المهاجمة ويعني التنقل بقواعد الصواريخ في مناطق مختلفة، إرسال حتى المسيرات؟ اولا انا يعني اعتقد ان اكثر القواعد الصاروخيه الحوثيه هي قواعد متحركه، واذا كانت هناك قواعد ثابته فهي قواعد محصنه تحصين جيد. وانا يعني اعلم علم اليقين انه بعد ايقاف معارك الحديده الحوثي استعد جيدا وحصن الكثير من المواقع في الساحل في سواحل البحر الاحمر، واستعد لهذه المعركه لانه يحضر لهذه المعركه جيدا. ويعني نعتقد ايضا ان تلك الصواريخ تطلق عبر خبراء حزب الله وضباط من الحرس الثوري الايراني، ولا اعتقد انها ستؤثر تاثير كبير بالمعنى الحرفي، لانه في الاخير هي يعني ميليشيات تمتلك بعض قواعد الصواريخ تستطيع ان تحركها او تخبيها. يعني ما مدى قدره الاسلحه او القوات الجويه البريطانيه او الامريكيه بايذاء هذه القواعد؟ يعني لا اعتقد انها ستؤثر تاثير فعال
بالشكل الذي تستطيع أن توجع الحوثي عسكريا. البنتاغون يقول أنه يعني ضرب قواعد الصواريخ أو المسيرات الحوثية في اليمن أو المصالح الحوثية كذلك، هناك مخاوف من البنتاغون أن يكون ذلك أو يصب ذلك في مصلحة إيران. كيف يكون ذلك من مصلحة إيران؟ هل يمكن أن نربطه بما أشرت إليه من رغبة إيران في التوسع في النفوذ في هذه المنطقة؟ اولا انا يعني هذا هو يعني توقع صحيح او تحليل سليم، لانه الحوثي في حال توجيه ضربات عسكريه من البنتاغون او من القوات البحريه البريطانيه ستعزز قوه الحوثي المعنويه داخل الشعب اليمني، باعتبار ان اليوم الحوثي يواجه قوى الاستكبار العالمي بريطانيا وامريكا. ثانيا ان هذه الميليشيا الحوثي ستعزز نفوذ ايران في المنطقه، باعتبار ان محور الممانعة كما يطلق هو الذي الآن يقود المعركة في الشرق الأوسط، وهذا يعني قد يعزز أيضا من وجود أذرعة إيرانية جديدة في المنطقة، باعتبار أنها ستعطي قوة معنوية لهذا المحور الخبيث الذي يريد أن يجر المنطقة إلى ويلات الحروب. يعني اليوم إيران تستخدمها الذراع الحوثي في اليمن، وتستغل يعني الجغرافيا اليمنية لإيذاء خط الملاحة البحرية، وهو خط التجارة عالمي لغرض إبراز قوتها وإبراز وجودها في المنطقة. ونعلم أن يعني تلك الهجمات الحوثية لم تساعد لا فلسطين ولن تساعد اليمن، بل أنها يعني تضيف معاناة جديدة للشعب اليمني وتضيف معاناة جديدة للمنطقة، بعيدا عن أي يعني أي مكتسبات ستحققها هذه الميليشيات في المنطقة. إيران حينما ترسل مدمرة إيران مزودة بصواريخ كروز بصحبتها سفينة عسكرية تقترب أو تستعد للاستقرار قرب مضيق باب المندب، ما الرسائل هنا التي تود إيران إيصالها؟ هل هي موجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا؟ اولا ايران قالت انها يعني تريد ان تؤمن البحر من اعمال القرصنه، وهذا ايضا من الكلام المضحك، يعني ان ايران هي التي تريد ان تؤمن البحر من القرصنه، من 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 من, من, من ايران. وبالتالي نحن نعلم ان ايران لا تواجه مواجهه مباشره طوال تاريخها، وليست عندها القدره ان تواجه الولايات المتحده او بريطانيا بشكل مباشر، وانما عن طريق اذرعتها سواء كان في اليمن او في سوريا او في لبنان او في العراق. ووجودها في هذه المنطقه وأيضا تعزيز لوجود السفينة التي موجودة الآن في البحر الأحمر، وهي سفينة تجسسية اسمها بشهاد، جاءت على يعني بعد سفينة شافيز، وهي سفينة تعتبر مركز عمليات متقدم للبحرية الإيرانية التي تتعامل بشكل وثيق مع الميليشيات الحوثية. وجودها كما تقول أنها بس تريد أن تقول أن نحن هنا، وهي رسالة أيضا معنوية كما قلت لهذه الميليشيات الإرهابية في اليمن، ولكن لا أعتقد على الإطلاق أنها ستكون عندها القدرة لمواجهة الأساطيل البحرية الموجودة في المنطقة. في الأخير هي مدمرة وبضربات بسيطة تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تدميرها، ولكن هي تريد إيصال رسالة معنوية لميليشياتها. لكن هل تزيد المخاوف من تصعيد إيراني أمريكي قد يزيد من تعقيد المشهد؟ المشكلة أن إدارة بايدن الديمقراطية في هذه المرحلة هي يعني تتجه اتجاه سلمي مع هذه الميليشيات، وهذه مشكلتنا مع إدارة بايدن من أول ما استلمت السلطة. رفعت الميليشيات الحوثية الإرهابية من قائمة الإرهاب، وهي تتعاطى معها تعاطي نعم، ولا تنوي التصعيد كما صرحوا أكثر مرة. وبالتالي أنا لا أعتقد أن أمريكا وإدارة بايدن بالذات في هذه المرحلة عندها الاستعداد للتصعيد العسكري، حتى كما تقول أنها لا تريد أن توسع الصراع، ولكن قد تفرض إيران مع أذرعتها أن 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 لعسكرة البحر الأحمر ولتوسيع الصراع فيما يخدم مصلحة إيران. أنا لا أتكلم بعيدا عن عملية طوفان الأقصى وبعيدا عن القدس وبعيدا عن فلسطين، الموضوع هذا موضوع من فترة طويلة، وإيران تخطط لهذه الفترة ولهذه المرحلة، وجاءت عملية طوفان الأقصى وما يحصل في فلسطين لأن تتعلق بهذه القضية أو لتكون شماعتها لإيجاد دورها في
البحر الأحمر، ولا أعتقد بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة وفي إدارة وفي ظل إدارة بايدن أنها عندها الاستعداد لتوسيع الصراع، لأن يعني عندها سياسة يعني للتعاطي بنعومة مع هذه الميليشيات، وهذه المشكلة التي الآن أمريكا وبريطانيا تعاني منها بسبب تعاطيها الناعم منذ بداية توليها السلطة في أمريكا. ماذا عن انعكاس ذلك على طريق السلام في اليمن؟ تم الإعلان عن خارطة الطريق من قبل المبعوث الأممي يعني وأمنيات بأن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية وخارطة الطريق في الأسابيع القادمة، هل من تأثير لهذه التطورات برأيك على ذلك؟ والله شوف أخي الكريم، أنا أستاذ خالد فيما يتعلق بموضوع السلام مع الحوثي وخارطة الطريق وغيرها، أنا عندي إيمان وقناعة مطلقة أنه لا سلام مع هذه الميليشيات، لأنها ليست مؤمنة بالسلام وليست مشروع سلام، وهي جماعة حربية تستطيع أن تتنصل من كل الاتفاقات، حتى لو وقعت خارطة الطريق وقد وقعت من قبلها 85 اتفاقية من قبل وآخرها اتفاق استوكهولم، لم تلتزم الميليشيات الحوثي الإرهابية بتوقيع أو بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاقات السابقة، وحتى لو وقعت هذه الاتفاقية فأنا أؤمن أيضا أنها لن تلتزم بها على الإطلاق. الحوثي يحاول اليوم الترسل من هذه الخارطة، والمملكة العربية السعودية وكل العالم يدفع باتجاه السلام في اليمن ويسعى ويقدم كثير من المبادرات وكثير من يعني المبادرة الحسنة وكثير حتى من يعني الدفع معنويا وماليا واقتصاديا من أجل دفع عملية السلام، لكن هذه الجماعة تحاول أن تتهرب وتتنصل من اتفاق السلام بأي طريقة. يعني خارطة الطريق يفترض أنها ستخفف من معاناة الشعب اليمني وستسلم مرتبات، ولكن الحوثي يعني لا يريد أن ينهي معاناة الشعب اليمني ولا يريد تسليم مرتبات ولا يريد السلام، وهو مؤمن بخرافة اسمها خرافة الولاية، ويريد أن يجر اليمن إلى الصراع كما بدأها من 20 عام. من القاهرة الخبير العسكري العميد محمد الكميم، شكرا جزيلا لك. إذن مد وجزر في البحر الأحمر بين تصعيد حوثي ومحاولات الحرب وعدم الانجرار لصدام مباشر مع إيران، ولكن الأبعاد الاستراتيجية وكذلك الاقتصادية لمضيق باب المندب تنذر بتعقيد المشهد. العرض التالي يشرح أبرز الأحداث الأخيرة في الممر الدولي الحيوي.